أهلا بكم مشاهدينا مجددا في هذه التغطية الحية والمباشرة من قناة ميديا تي في لقمة حوض الكونغو التي ستنطلق بعد قليل بمشاركة الملك محمد السادس. ننتقل مباشرة إلى برازافيل، معنا من هناك مجددا موفد قناة ميديا تي في محمد برويس. أهلا بك محمد مجددا، ماذا عن الاستعدادات الأولية لاستقبال الوفود المشاركة في قمة حوض الكونغو؟ نعم جوهرة، الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل افتتاح قمة الدول قادة الدول الأعضاء في لجنة المناخ حول حوض الكونغو والصندوق الأزرق. هناك تأخير في انطلاق أشغال القمة، الآن نتحدث عن الساعة الواحدة من أجل بدء الأشغال الرسمية لقمة القادة. الإجراءات الاستعدادات لا زالت مستمرة وننتظر وصول الوفود الرسمية التي ستشارك في قمة حوض الكونغو. نتحدث عن 11 من قادة الدول المعنيين بالمسألة المناخية في منطقة حوض الكونغو. ننتظر الخطابات الرسمية التي ستلقى في الجلسة الافتتاحية العامة التي ستغطيها وسائل الإعلام. يتعلق الأمر بالخطاب الأول، سيلقيه الملك محمد السادس الضيف الخاص على هذه القمة. سيكون أيضا خطاب بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، الرئيس الفعلي للاتحاد الإفريقي. سيكون هناك أيضا خطاب لرئيس جمهورية الغابون، رئيس لجنة الدول الإفريقية المعنية بالتغيرات المناخية. سيكون هناك أيضا الخطاب الافتتاحي للقمة والذي سيلقيه رئيس الكونغو دينيس ساسون غيسو. إجمالا هذه هي المداخلات الرسمية المنتظرة والتي ستؤطر أشغال القمة. بعد ذلك سيتم الانطلاق مباشرة إلى جلسة مغلقة سيحضرها قادة الدول. ستدرس بشكل أساسي الملفات التي تم إعدادها في المؤتمر الوزاري الذي سبق انعقاد هذه القمة هنا في العاصمة الكونغولية برازافيل. طيب محمد، على رأس الأجندة مشروع الإعلان. كنت نعم. سأسألك عن أبرز نقاط أجندة هذه القمة وماذا يتوقع منها؟ بالفعل، إذن نبدأ من الاجتماع المغلق الذي سيتدارس نقطتين أساسيتين إضافة إلى نقاط أخرى. الأول إعلان قادة دول الأعضاء في لجنة حوض الكونغو والصندوق الأزرق. هذا الإعلان سيعطي الفلسفة التي ستشتغل بها هذه الدول في معالجة المسألة المناخية هنا في حوض الكونغو. سيتحدث عن الخطوات العملية، وهو كل ما هو منتظر هو هذه الخطوات العملية. وسيتم أيضا المصادقة على ميزانية إطلاق الصندوق الأزرق، ومن ثم سنعرف على الأقل الإطار الاستثماري الذي يمكن أن ينطلق به هذا الصندوق، إضافة إلى نقاط أخرى منها استراتيجية العمل العام 2018 العام 2019، بروتوكول التفاهم والتعاون بين لجنة حوض الكونغو والصندوق الأزرق ولجنة المناخ حول منطقة الساحل، إضافة إلى العديد من النقاط الأخرى التي سيتداول فيها قادة الدول الذين سيجتمعون بعد لنقول في حدود الساعة الواحدة. نحن تقريبا في نفس التوقيت بين الكونغو والكونغو برازافيل والمغرب. شكرا جزيلا لك محمد برويس، كنت معنا مباشرة من برازافيل لتغطية وقائع القمة التي تبدأ كما قال محمد برويس عند الواحدة، والتي تجمع أكثر من 10 رؤساء وزعماء إفريقية بمشاركة وازنة للمغرب. يحضر شخصيا الملك محمد السادس في ثاني زيارة له للكونغو. دكتور عبد الرحيم منار سليم، تحدثنا من قبل عن صعوبة التمويل، هل التفاهم السياسي يسهل هذه المسألة؟ كما دائما هذا مبدأ في العلاقات الدولية، إذا استطاعت الدول الوصول إلى ما يسمى بمساحات مشتركة مالية واقتصادية فإنه الصراعات السياسية تنتهي. بمعنى هنا دول تجتمع على مشروع واحد ويبدو بأنها
متفاهمة سياسيا، ليس هناك صراعات بين هذه الدول. هي الآن تجتمع من أجل إخراج هذا الإعلان، فلسفة العمل من أجل كما جاء في مراسلة سي ورويس أنها من أجل الاتفاق على الإطار، إطار الميزانية، هذا استثمار. إذن هنا كل الصراعات السياسية هي تنتهي، لأن من هي الدول التي تخلق صراعات سياسية؟ هي الدول التي لا تكون لها مصلحة. ولكن هذا النوع من المشاريع لا أعتقد بأن هناك دولة في العالم يمكن أن تعارضه. لماذا؟ لأن هناك التزام، هناك قمة أممية كانت انبثقت عنها لجنة عمل إفريقيا، انبثقت عنها هذه المشاريع، هناك اجتماع لقيادة دول، هناك أجندة موضوعة، هناك بحث عن التمويل وإطلاق ميزانية. إذن كل الجوانب الأخرى المرتبطة بالسياسة بالصراع هي تختفي الآن. هذا مهم في هذا الجانب، بل أكثر من ذلك لاحظي مثلا بأنه هذا الاجتماع سيضع بروتوكول ثم سينطلق بالمشاريع الأخرى التي هي خرجت في إفريقيا بنفس الشكل، بمعنى أنها هنا كيبدأ عملية تشويك على مستوى إفريقيا بين مشاريع مشتركة كلها مرتبطة بمسألة المناخ. إذن هنا مسألة السياسة، هنا السياسة تحضر في مجالات أخرى، وهنا يحضر مفهوم آخر للسياسة. كما قلت السياسة هنا كقطاع خدماتي، ولا تحضر السياسة كمجال للصراعات. لأن مثلا هنا إذا تحدثنا على تجربة أخرى، إلى شن التجارب الأوروبية، نظرا لوجود هذه المصالح المشتركة في مجموعة من التفاهمات، مجموعة من المجالات، لا تحضر الصراعات السياسية إلا نادرا، ما كتحضرش. إفريقيا بدأت في هذا العملية، رغم أن القارة التي دائما لما كانت تخرج التقارير، القارة التي كانت فيها معدلات التوتر مرتفعة والصراعات هي إفريقيا من قبل. خلال السنتين الأخيرتين بدأ هناك سقف هذه الصراعات ينزل. ماذا وقع؟ إذا حاولنا أن نبحث جيدا، هذا النوع من المشاريع بدأ يقلل ويخفض من حجم الصراعات. هذا هو الدور ديال المغرب، أو مقاربة المغرب لما طرحها. الكثير لا ينتبه هنا، كنجمعوا الخطابات الملكية بمعنى المشاريع والخطابات اللي ما كنقراوها، كنأسوا لما يسمى بمرجعية السياسة الخارجية المغربية. مرجعية السياسة الخارجية المغربية مفتوحة على التعاون، باش نتبهوا لهذه المسألة مزيان. ومشاريع، إذا هنا كاين المغرب يدخل بمقاربة أخرى. وهنا كنرجع في المغرب، كان سؤال في واحد السنوات 2000 2001 2002 كيقول لك أن المغرب هنا مازال ما مشاش أنذاك كثير العلاقات الخارجية أكثر، بمعنى شنو كان كيدار؟ أنذاك اللي كان كيدار وهو تجربة مجموعة من السياسات العمومية الوطنية، كانت كتبنا هنا كمختبر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تذهب إلى العلاقات الدولية باش تمشي لسياسات خارجية وأنت ما عندكش مضمون تقدمه. إذا لما اكتملت هذه المشاريع في الفلاحة، في المناخ، في البيئة، كل هذه العناصر، في اللوجستيك، في التأمين، في الأبناك، في الاتصال، هنا أصبح المغرب عنده مادة يمكن أن يقدمها الأفارقة آنذاك، نقلها إلى السياسة الخارجية. لكن نأخذ عنوان مثلا اليوم للسياسة الخارجية المغربية، رأى سياسة خارجية بمضمون سياسات عمومية. طيب، تجربة المغرب هي تجربة رائدة. نذكر أن الانطلاقة الفعلية لهذه القمة كانت من المبادرة التي أطلقت في كوب 22 في مراكش. نريد أن نعود مرة أخرى لنستمع إلى رئيس الكونغو السيد نجيسو وما قاله في قمة كوب 22، ونعود بعده لاستكمال هذا النقاش. ماجستي Mesdames et messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la COP22, Mesdames et Messieurs, je voudrais réitérer mes remerciements les plus cordiaux à Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi qu'au peuple marocain pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à ma délégation et à moi-même. حظينا بها أنا نفسي من نفسي والوفد القادم معي، خاصة في هذه المدينة الجميلة، مدينة مراكش. أهنئ صاحب الجلالة على أخذه المبادرة لتنظيم هذه القمة. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs, صاحب الجلالة، أصحاب السعادة والفخامة، سيداتي سادتي، de haut niveau de la COP22, بمناسبة
J'ai relevé que la République du Congo الجلسة العامة والرسمية لافتتاح مؤتمر الأطراف 22 وتطرقت بأن الدول الإفريقية هي من بين الدول التي تقوم بإصدار انبعاثات غاز الدفيئة، لكن بلدي جمهورية الكونغو هي من بين البلدان التي تعاني بشكل كبير من آثار التغير المناخي. أيضا في السنة الماضية لقد قمت بالإعلان عن المبادرة الأكيدة من أجل إنشاء صندوق أخضر خاص بحوض الكونغو. الهدف من إنشاء هذا الصندوق الأزرق هو تعزيز المدى الاقتصادي لهذا الفضاء الجغرافي الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن الجيولوجي الإيكولوجي لكوكبنا. حوض الكونغو يجمع 11 بلدا: الكاميرون، الغينيا الاستوائية، الكونغولا، زامبيا، جمهورية ديمقراطية للكونغو وبروندي، رواندا، تنزانيا، الجمهورية الوسطى الإفريقية والكونغو. إذن حوض الكونغو 220 مليون يمثل 220 مليون هكتار من الغابات. Avec le Congo, deuxième grand fleuve du monde après l'Amazon. نهر الكونغو أيضا النهر الثاني الأكبر في الأمازون. أيضا حوض الكونغو يمثل المياه. Les autres fleuves et rivières. والأنهار الأخرى في المنشقة عنه في البلدان المجاورة وأيضا البحيرات. حوض الكونغو يشكل التنوع البيولوجي الوافر. Concrètement, il s'agira à travers le fonds ملموس ومن خلال هذا الصندوق الأزرق d'appuyer la mise en œuvre سيتم تنفيذ المشاريع الصغرى المهيكلة والتي تهم بشكل خاص المياه والكهرباء. ولا أود هنا أن أعيد ما تم ذكره أيضا المركزيات الصغرى الأخرى في مختلف الدول التي تنشق عن هذا الحوض. إذا سيتم ري الأراضي الصالحة للزراعة، أيضا معالجة المياه العادمة، أيضا جمع النفايات الصلبة الموجودة في المحيطات، تحلية مياه البحر ومجاري المياه من أجل تسهيل الإبحار، وأيضا تنفيذ مشاريع أخرى ذات بعد اجتماعي اقتصادي، أيضا السياحة الإيكولوجية وتربية المواشي وأيضا تربية الأسماك. إذن يمثل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو إذا ما تم تحقيقه سيجعل العنصر البشري في قلب اهتمامتي، وهذا سيقلص الهشاشة، هشاشة العنصر البشري تجاه أثار تغير المناخي. إذن حول الصندوق الأزرق سيكون مساهمة من طرف القارة الإفريقية، ستكون مساهمة مشتركة من أجل تفعيل الأهداف الإنمائية الألفية الموجودة داخل الاتفاق التاريخي لباريس حول المناخ، وأيضا لمواجهة الكوارث التي تواجه كوكبنا. فإن إفريقيا مهد الحضارة، ينبغي عليها أن تبقى دائما في خدمة كوكب الأرض من أجل حماية الحياة. الصندوق الأزرق من أجل حوض الكونغو
هي الدعوة من أجل الحفاظ على الحياة. أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل أن أعيد ندائي لكل الدول الحاضرة معنا هنا وخاصة الدول الإفريقية من أجل الانخراط في هذا الصندوق الأزرق لحوض الكونغو وأن يتم تعبئة التمويل المناسب من أجل تنفيذ وتفعيل المشاريع لفائدة مواطنينا وتحسين ظروف عيشهم. أود أن أشير كذلك إلى أننا حينما نتطرق إلى ميثاق الأكت أو العمل أو لإنقاذ حوض تشاد فنحن بحاجة إلى الحفاظ على المياه في أيضا حوض الكونغو. فانطلاقا من الحفاظ على المياه في حوض الكونغو سنتمكن من إنقاذ بحيرة تشاد. ولهذا الغرض وددت أن أعيد التأكيد على أهمية أخذ موقعنا في القارة من أجل الإشارة إلى حوض الكونغو وهو الرئة الثانية في العالم بعد الأمازون، وأن نشير إلى أهمية هذا الحوض الغابوي والمائي الذي يمكننا أن ننطلق منه من أجل مكافحة تغير المناخ. وشكرا. من كذا هذا رئيس دونيس ساسون غيسو رئيس الكونغو وهو يتحدث في مؤتمر كوب 22، وهذه الدعوة الصادقة لجميع الدول ليس الإفريقية فقط ولكن العالمية كلها من أجل أن تشارك في الصندوق الأزرق لإنقاذ حوض الكونغو لأن في إنقاذه إنقاذ للرئة الثانية للعالم. نعود مرة أخرى لنذكر بالخطاب الملكي في كوب 22 ولاحظوا كيف وصفه جلالة الملك محمد السادس هناك بالمنعطف الحاسم والتاريخي لإنقاذ المناخ مناخ العالم. وإن تنظيم هذا المؤتمر العالمي بالمغرب للمرة الثانية بعد دورة 2001 يعكس تشبثنا بالإطار المتعدد الأطراف لمقاربة التحديات الدولية. ومع احتضان مراكش اليوم لهذا المؤتمر إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي نخص به قضايا البيئة والمناخ ضمن أولويات المملكة. فبلادنا تعتبر من بين أول الدول التي ساهمت في بلورة وعي عالمي بشأن تغير المناخ، وذلك منذ مشاركتي في قمة الأرض بريو سنة 1992 حيث ترأست آنذاك بصفة ولي العهد وفد المغرب. أما اليوم فإن مؤتمر مراكش يشكل منعطفا حاسما في مسار تنفيذ اتفاق باريس التاريخي. فالبشرية جمع تعلق آمالا عريضة على القرارات التي سيتخذها، فهي تنتظر أكثر من مجرد الإعلان عن التزامات ومبادئ للحد من الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره، وإنما تتطلع إلى قرارات تساهم في إنقاذ مستقبل الحياة على الأرض والإقدام على مبادرات ملموسة وتدابير عملية تصون حقوق الأجيال القادمة. وإن انعقاد هذا المؤتمر بإفريقيا يحثنا على إعطاء الأسبقية لمعالجة الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية التي تزداد تفاقما بدول الجنوب والدول الجزرية المهددة في وجودها. أهلا بكم مجددا دكتور عبد الرحيم منار سليمي. عندما نتحدث عن هذا المنعرج الحاسم نتحدث كذلك عن أهميته في إطلاق هذه المبادرات التي تروم إنقاذ هذه الدول دول إفريقيا الوسطى إفريقيا كذلك من براثين الماضي من الأفكار النمطية. نحن نتذكر دائما دكتور منار سليمي ونعيدها أننا نعيش في قارة هي الأغنى تحت الأرض
وسكانهم الأفقر، نتحدث عن قارة أغلب سكانها من الشباب، نتحدث عن سوق استهلاكية كبيرة، ولكن القرارات لم تكن بمستوى هذه التحديات وبمستوى قدرات هذه القارة. ماذا تعطي اليوم هذه القمة كذلك من إشارات ليس للدول الإفريقية فقط، إلى العالم كله، من أجل أن يتساعد ويواجه هذه التحديات خاصة المناخية دكتور؟ هذه القارة التي يحاول المغرب في خطابه تصحيح صورتها، بمعنى أنها كانت تتهم بكل التهم. هذه القارة المغرب اليوم يجعلها قارة المستقبل، قارة الشباب، القارة التي فيها جزء كبير من ثروات العالم، القارة التي يمكن، بمعنى أن الأمن الغذائي في العالم يمكن أن ينطلق من هذه القارة إذا استغلت المساحات التي لا زالت غير مزروعة تقريبا أزيد من 60%، بمعنى أن المغرب يقدم خطاب الأمل، وهذا هو الواقع. هنا في الخطاب الملكي البعد الاستراتيجي، بعد الرؤية، بمعنى أنه يقوم بعملية تحسيس المجتمع الدولي بأن هناك خطر، الخطر على مستوى المسألة المرتبطة بالمناخ. ولاحظنا هنا بأن هذا الخطاب سوف يقود، بمعنى سيقود في لقاء مع الأفارقة إلى إنتاج هذا المشروع ديال حوض الكونغو. يبدو الآن بأنه مشروع استراتيجي كبير، لأن إذا سمعنا التوصيف ديال رئيس ديال الكونغو كيبين بأنه كاين بحيرات أخرى هي مرتبطة، بحيرات اللي فيها الحياة مرتبطة بحوض الكونغو. إذن هذا مشروع استراتيجي كبير داخل القارة في قلب إفريقيا. رئيس الكونغو قدم نداء، المغرب له دور في قمة المناخ، المغرب انخرط وأخذ القيادة، بمعنى أخذ قيادة هذه القمة التي تجمع 11 دولة. وكنلاحظوا السرعة، لأنه كنلاحظوا السرعة اللي مشى بها المشروع. إذا خدينا من قمة المناخ إلى اليوم سرعة كبيرة، بمعنى في إنجاز هذا المشروع انتقلنا من نداء، بمعنى جات دولة اللي هي عند القيادة في إفريقيا، اللي هي وعندها كتعرف الأجندة ديال القيمة، الأجندة الأممية في مجال المناخ، أخذت المشروع، أخذت المشروع وبدأت في عملية تنفيذية بجمع هذه المجموعة من الدول. لأن كثير مثلا اللي يطرح سؤال هنا دور المغرب جوهري ومركزي هنا. المغرب كيمثل إفريقيا في الملتقيات الدولية، المغرب كان يخاطب الأمم المتحدة حول قضايا المناخ والتحديات باسم إفريقيا، المغرب يأخذ، بما أننا نأخذ واحد فكرة بأنه الآن دولة في إفريقيا اللي عندها مشروع أي دولة مثلا اللي كتقدم نداء كيبان بأنه في مشروع استراتيجي، المغرب كيلعب هذا الدور، داخل القارة، يجب أن ننتبه إليه. إذن هنا المغرب الأجندة الدولية حولها نحو إفريقيا، أخذ المبادرة، وهنا لاحظنا بأنه المبادرة ديال إنشاء هذا الصندوق الأزرق بدا جمع التمويلات، والمغرب كيقوم بالعملية ديال المرافعة في العديد من المنتديات الدولية وداخل إفريقيا باش تكون تمويل ديال هذا الصندوق. وهنا ملاحظة أخرى، وهو طبيعة هذا المشروع، قلنا بأنه مشروع استراتيجي، ولكن هنا بأنه مشروع عنده أثر على الزراعة، أثر على السياحة، أثر على حياة السكان، هذا النوع من المشاريع. لهذا نفهم لماذا كتجمع 11 دولة حول هذا المشروع، كتجمع 11 دولة لأنها كتستفد. ولكن داعيني هنا أنه ربما بدأ المغرب في اللي خصنا ننتبه له، المغرب بدأ في تأسيس جيل جديد من المشاريع التنموية داخل إفريقيا التي لا تتعلق بالعلاقة بين دولتين فقط. لاحظنا في إفريقيا كتكون بين المغرب ودولة أخرى، الآن 11 دولة يجمعها المغرب حول مشروع استراتيجي تنموي كبير مهيكل لمجال، وهذا المجال هو حوض الكونغو الذي ترتبط به مجموعة من البحيرات التي تعطي الحياة، ومرتبط بقلب العالم، على اعتبار أن هذه المنطقة اليوم مثلا إلى خدينا مثلا أوروبيين كيتابعوا أو غيرهم ربما الآن غينتابعوا
بانه راه القلب ديال العالم كاين في افريقيا والمشاريع خاصها تنطلق من هنا والحضور هنا، وهنا كيبرز الحضور ديال المغرب في عمليه ما يسمى بتحسيس واشعار العالم باهميه افريقيا. طيب عطفا على كلامك، نتابع هذا التقرير لمحمد برويس الذي يصور لنا اهميه هذه المنطقه التي تغطي فيها الغابات الكثيفه اكثر من 69%، هي ثاني رئه للعالم كما سبق وأن ذكرت، ثروات مائية كبيرة، غابوية كبيرة. لنسمع إلى موفد قناة ميديا أن تي في محمد برويس وهذا الروبورتاج. في حوض الكونغو يبدو امتداد الغابات غير محدود على امتداد يفوق 3,730,000 كيلومتر مربع. تشكل هذه الغابات مخزنا رئيسيا للمياه والكربون ومحضنا أخيرا للكثير من الأنواع ومورد رزق لساكنة تقدر ب250 مليون نسمة. وإذا كانت الغابات في حوض الكونغو تغطي نحو 2,000,000 كيلومتر مربع وهو ما يعادل مساحة المكسيك، إلا أنها تتدهور باستمرار وتخسر 5,600 كيلومتر مربع سنويا من مساحتها. توسيع النشاط الفلاحي على حساب الغابات، استغلال الخشب والتنمية الاقتصادية غير المتلائمة مع خصوصيات المنطقة أصبحت تهدد التوازن الطبيعي لهذا الفضاء. هذه المنطقة الهادئة لم تسلم بدورها من تداعيات التغير المناخي، فقد أظهر أحد التحليلات بالاستشعار عن بعد للغابات الاستوائية في حوض الكونغو وجود أنماط متناسقة من تراجع اخضرار الغطاء النباتي وارتفاع درجات الحرارة وتراجع القدرة على تخزين المياه. لكي تسترجع المنطقة توازنها الحساس، يشدد خبراء المناخ على ضرورة تكييف التنمية الاقتصادية في دول الحوض مع خصوصيات الفضاء وإطلاق دينامية للتنمية المستدامة لفائدة الساكنة. ننتقل مباشرة إلى الدكتور عبد العزيز الروماني، لابد أنك تابعت الروبورتاج معنا. يتحدث زميلنا محمد برويس عن اعتماد هذه المنطقة على الخشب كصناعة، يعتمد على ذلك في برنامجه التنموي، وهذا الاعتماد هو ليس خطرا فقط على سكان هذه المنطقة ولكن على سكان العالم أجمع. ما أهمية أن تبقى هذه المنطقة خالية من ثاني أكسيد الكربون؟ ما أهمية أن تنوع أساليب وأنماط الاقتصاد في هذه المنطقة دكتور؟ انطلاقا من هذا التقرير انطلاقا وأيضا الخطاب ديال الرئيس سونغيسو، لاحظنا أننا أمام تحول كبير، يعني انطلاقا من هذا المؤتمر انطلاقا مما سينتج عن هذا المؤتمر، تحول في العادات وفي التقاليد، لأنه كما ذكرتي هناك تدمير للبيئة، هناك تلويث للبيئة، هناك اجتثاث للأشجار، هناك يعني قتل للإنسان ولرئة الإنسان ولمعيشه اليومي، لأن الله يكون في العون نعرفوا أن هذه المنطقة ديال إفريقيا الوسطى أو ديال حوض الكونغو اللي فيها 11 دولة تعاني من تداعيات ماشي خطيرة جدا على المستوى الاجتماعي كالفقر مثلا، وهذا الفقر هو الذي يدفع إلى سوء استخدام البيئة. إذا نحن كما جاء في الخطاب وكما رأينا وكما نتلمس من خلال هذا التحليل عبر قناتكم المفضلة، نرى أننا أمام رؤية متسعة لها عدد تفرعات تتفرع أكثر مما يتفرع نهر الكونغو بجداوله ووديانه وغير ذلك، تتفرع نحو أولا مشاريع تجارية بديلة طبعا، ومشاريع حرفية في الصناعة التقليدية بديلة، ومشاريع صناعية جديدة، وتطوير لمجال البحث العلمي والبيئوي، وكما قلت الآن محاربة للفقر وللهشاشة أيا كانت هذه الهشاشة بشرية أو بيئوية. طيب دكتور، من الأولويات كذلك في هذه المنطقة محاربة المياه المستعملة والنفايات الصلبة التي تكب في هذه المشاريع، هل هذه النقطة ذات أولوية بالنسبة إلى مشاريع الصندوق الأزرق؟ كل مشاريع صغيرة أو كبيرة التي يمكن أن تخطر على بالك أو تأتي إلى مخيلتك هي موضوعة الآن في إطار مشاريع إما أساسية وذات الأولوية وإما ثانوية أو فرعية.
نعم هناك تحسين. مثلا انت تحدثت الان باصلاح او المياه العادمه واعاده استخدامها والنفايات السلبه كذلك يا دكتور. نحن نتحدث ايضا عن مسارات جديده للملاحه. نحن نتحدث عن طرق. ما اهميه المسارات الجديده للملاحه في هذه المنطقه دكتور؟ المسارات الجديده للملاحه والموانئ الصغيره التي ستحدث والسدود وكل شيء هي تتفرع نحو تنمية مستدامة تجارية واقتصادية ومهنية. طيب هذا يدلني كذلك يرشدني إلى أهمية تطوير ميدان الأرصاد الجوية لتتبع كل هذا دكتور. انطلق المغرب بمشاريعه وانت كتعرفي التعليمات الملكية اللي كانت 2009 فيما يخص الرصد الجوي والرصد البيئوي. هذا هام جدا. وهذه التجربه ديال الارصاد الجويه او ديال الرصد ستنطلق الى افريقيا لان ماشي الانسان بوحدو اللي كيقتل الغابات على جوهره، ايضا النار تقتل الغابات لما تحترق الغابات. اذا الرصد فيه الرصد البيئوي من طبيعه الحال وفيه الرصد ديال الافات والمخاطر الصحيه يعني وهذا مهم. اذا تطوير للبحث العلمي وفيه الرصد لباقي الاخطار ومنها طبق حل الحرائق. أنت أمام مشروع أريد أن أقول عنه أنه مشروع موحد. نحن أمام لغة نحن أمام لغة جديدة. العالم كان إفريقيا جديدة بل وعالمية. العالم كان كيعرف اللغة هي لغة الرياضة والكرة كيتقنها كل شيء كيفهم لها كل شيء كرة القدم. الآن كاين لغة المناخ تنطلق بالكونغو برازافيل لتوحد وتنمي ولتحفز وتحسس الدول نحو منطلق جديد لحماية من طبيعة البيئة. هذا المشروع اللي احتضنه المغرب منذ بدايته اقتراحا وتنفيذا تحفيزا وتعبئة لأن هذا مهم جدا. التعبئة المالية يتتبعها المغرب، تنظيم المؤتمر يتتبع، التوقيع على كل اتفاقيات تمت هنا في المغرب وطبعا وتمت أيضا في الكونغو برازافيل تحت رئاسة الرئيس ساسون غيسو. إذا نحن أمام مشاريع ضخمة، مشاريع مندمجة من طبيعة الحال ستساهم لا شك في طيب. في التكامل في التعاون. ولكن لأختم كلمتي، هذه المنطقة فيها 11 دولة 220 مليون هكتار ديال الغابات من طبيعة الحال، لكن كانت فيها سياسة في الماضي سياسة صعبة وظروف الاستقرار والسلم صعبة جدا. والآن لغة المناخ تدفع إلى لغة السلم وتوحد هذه الشعوب وهذه القلوب. وكم أعجبتني أن ما ستستفيد منه يستفيد منه نهر الكونغو سينعكس إيجابا على بحيرة تشاد بل سينعكس على شعوب المنطقة بكاملها وعلى العالم بأجمع، لأن لغة المناخ أصبحت لغة العالم كذلك دكتور. ما الذي يجبر هذه الدول اليوم على الوفاء بالتزاماتها؟ هل هي المصلحة المشتركة؟ مثلا الأرقام، غير نعطوا الأرقام القضايا دي المناخ معروف لما كانت تحدثوا على مشكل الهجرة وهذا أيضا ذراع من الأدرع التي تعمل به السياسة الخارجية المغربية. كاين مجهود كبير في هذا المجال، كاين مجال الهجرة وكاين الآن مجال تحديات المناخ. الهجرة اللي كتجري هذا النزوح من أسباب ديالو مرتبط بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، بمعنى ما كاينش استقرار في القارة. هذا النوع من المشاريع لأنه خصنا نشوفوا حتى الفكرة ديال هذا المشروع، هذه المنطقة بالذات والتفكير في هذا المشروع اللي فيه مجموعة ديال المجالات فلاحة سياحة إلى غير ذلك. هذا أولا غادي يخلي مجموعة ديال السكان غادي يكون استقرار، غادي يكون أثر على الحياة ديالهم اليومية وهذا غيمتد إلى كل غادي يمتد المجموعة ديال الدول. إذا هنا إفريقيا الآن أمامها إفريقيا كتطلب تنمية وأول عائق من العوائق ديال التنمية في إفريقيا وهو المخاطر ديال المناخ، لأن قلت بأن إفريقيا لا تساهم كثيرا، ما كاينش دول صناعية كبيرة ما كتساهمش بكثرة في الإضرار بالمناخ، ولكن رغم ذلك أن كل أثر المخاطر ديال ما يجري مثلا في الدول الغربية بمعنى أكثر من 75% الأثر ديالو كيكون في إفريقيا. كنتذكروا مثلا في إفريقيا كانت مساحات كبرى اللي كانت عادة تستعمل من طرف الدول
الغربية لدفن ما يسمى بالنفايات النووية. السنوات الأخيرة ما بقيناش كنسمعوا هذه المسألة لأن المجالات لم تعد مجالات اللي هي فارغة، بدأ استغلال هذه المجالات. إذا هذا النوع هذا أولا كيخلق توازن على المستوى البيئي، كيقوم بإنقاذ بحيرات أخرى يمكن أن تموت ويمكن تقود إلى مأساة إنسانية، ثم أكثر من ذلك أنه كيطور المنظومة الاقتصادية داخل دولة. وكنعتقد بأن هذا النوع من المشاريع اللي عندها طابع استراتيجي ستحرك مشاريع أخرى، بمعنى كندخلوا في مقاربة أخرى داخل إفريقيا. وهذا هو الدور ديال المغرب، لأنه المغرب عنده كفاءات بشرية، عنده إمكانيات يلعب الدور ديال الربط مثلا. طيب. مفاوضات على مستوى التمثيل، المغرب كيرافع باسم إفريقيا، وهذا لهذا لما كنقولوا مثلا إفريقيا هي العمق الاستراتيجي ديال المغرب، وأن المغرب كيلعب الدور ديال القيادة، وأنه قوة إقليمية. راه قوة إقليمية كتجي أيضا بالعملية ديال المشاريع. طيب عندما نرى قائمة منطقة دول التي تشكل منطقة حوض الكونغو نرى أنها مختلفة تماما، ومرات هناك تباينات كبرى في الإمكانيات المتوفرة لديها. كيف السبيل لإيجاد أرضية للتفاهم لتوافقات من أجل هذه المصلحة المشتركة؟ باش نمشيو ابعد من هذا، نرجعوا للتاريخ، لانه الناس خصهم يعرفوا تاريخ الانظمه السياسيه. كانت صراعات كبيره في افريقيا، الى درجه انه كاين واحد المقوله ديال احد اللوردات الاستعماريين كيقول كنا نقسم افريقيا على الخرائط، معروفه هذه تاريخيا، بمعنى مشاكل كبيره على مستوى الحدود، على مستوى الاثنيات، على مستوى القبائل، بمعنى كل هذه العناصر خلقت صراعات كبيره. ولكن بدأ التحول داخل القارة لما دخلت المقاربة التنموية ودخلت مشاريع مثل هذه الأنواع ديال المشاريع. بدأ التحول، وكما قلت سابقا بدأ السقف ديال النزاعات كينزل. إذن هذه الدول ولو أنها متفاوتة من ناحية الاقتصادية، يمكن أنه كانت كين خلافات سياسية فيما بعد، قبلها كين مشاكل سياسية فيما بعد، ولكن الآن مشروع واحد يجمع. لماذا؟ طيب درجة الاستفادة من المشاريع التي ستطلق خاصة في التنمية المستدامة، ما السبيل إلى إيجاد كذلك توافق بشأنها لأنها تتعلق كذلك بمصالح عليا لهذه البلدان؟ مصالح هنا لاحظي بأنه غنعطي جوج المقاربات هنا. يمكن نشوفوا مثلا الصراع اللي كاين الآن ما بين إثيوبيا ومصر والسودان المتعلق بالنيل. لاحظي بأنه السقف ديالو كله سياسي، كيتناقشوا سياسيا رغم ان المشكل هو مشكل ديال توزيع ديال الحصى الى غير ذلك. هنا لو انه كان تفكير مثلا، لو انه دخل تفكير اللي هو اقتصادي، تفكير مرتبط بالمناخ مرتبط بالماء، غينزل السقف ديال الصراعات السياسيه. هذا مشروع اخر، نوع اخر. هذا المشروع مباشره كندخلوا في اطار دول حسات انها ستستفيد، انها غتستفد على مستوى تنموي. افريقيا تطلب التنميه، الخطابات اذا حللنا الخطابات كلها في القمم الاخيره، وحتى حضور الافارقه في مجموعه من المنتديات الدوليه يطلبون التنميه. اذا هذا مشروع تنموي، هذا مشروع تنموي غتستفد منه هذه الدول هذه بدرجات مختلفه، ولكن سيتطور مع الوقت. ولكن الاساسي هو ان العنصر البشري في هذا المشروع هو عنصر الاهتمام، هو الأساس. صحيح. هنا العنصر البشري إذا غادي يقلص من حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لدى هذه الدول. إذا راه مقاربة، باش نتحدثوا، مقاربة مغربية جديدة في إفريقيا. طيب. مشاريع استراتيجية كبيرة مهيكلة، بمعنى أن في يوجد العنصر البشري في قلب اهتمامها. طيب أعود مرة أخرى للمختص في شؤون البيئة عبد الرحيم كسيري. سيد عبد الرحيم، نجاح هذه القمة مرهون بماذا؟ هو في الحقيقة مرهون بأولا كما قلت مستوى الثقة بين هذه الدول. هل هي موجودة هذه الثقة دكتور اليوم؟ الآن بدأت معالمها تزداد وتتعزز وتتقوى، وهناك ثقة لهذه الدول في المغرب وفي صاحب جلالة، وذلك من خلال أن المبادرة جاءت من المغرب باعتباره نموذج في مجال التنمية المستدامة، وكذلك بلد ضفى من بين عدد من الدول الإفريقية كبلد نامي له اقتصاد متميز، وكذلك له اختيارات في مجال التنمية المستدامة أصبح مشهودا لها، بحيث أنه يتربع على المرتبة الخامسة
في مجال المناخ على الصعيد العالمي في عدد من المشاريع وعلى رأسها الطاقات المتجددة. وهذا التميز يجعل أنهم يرغبون في جعل المغرب كذلك وسيلة لتضامن ولاجتماع هذه الدول حول مشاريع مؤسساتية منظمة بفعل أولا القدرة على تعبئة الإمكانات سواء البشرية أو المادية، تقوية القدرات، وكل هذا في إطار رؤية منسجمة مع الأهداف الكبرى للتنمية المستدامة، لأنهم كلهم واعون وقد استقبلنا عدد منهم وشاركنا في عدد من اللقاءات في سواء في كوب 22 أو ما بعدها. وهناك دول عندما نرى ساكنتها كالكونغو مثلا فهي لا تتجاوز لا تصل إلى 2 مليون، وبالتالي فالإمكانات الطبيعية والموارد التي تختزنها تلك الطبيعة هي أكبر بكثير من الحاجيات، لكن المشكل الأساسي هو نوعية الاختيارات وكذلك تملك وانخراط الساكنة والفاعلين بدل دخول في اقتصاد رأس مالي مستغل للثروات بشكل عشوائي ويؤدي إلى تفاقم الفوارق ما بين الساكنة وإلى تصارع ما بين الدول، مما سيؤدي لا مجال إلى وضعية كارثية لا بالنسبة لهذا الحوض ولا بالنسبة للصعيد العالمي، بحكم أن امتصاص الكربون على الصعيد العالمي يلعب دورا كبيرا فيه هذا الحوض. طيب شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحيم القصيري. أعود مرة أخرى إليكم دكتور منار سليمي، كنا نسأل عن أسباب نجاح هذه القمة، ما هي القرارات المتوقعة؟ أسباب نجاح هذه القمة أولا طبيعة المشروع، كما قلت مشروع تنموي. ثانيا هناك حضور الملك محمد السادس كقيادة قائد حامل لمشاريع إلى القارة الإفريقية. مجموعة من الدول كان من الصعب أن تجتمع، وكما قلت سابقا إفريقيا كانت تحتاج إلى هذا النوع من القيادة الكاريزمية. المسألة الثالثة وهي هذا الرابط الذي قام به المغرب بين إفريقيا، مشكل إفريقي، ومشكل إفريقي تم وضعه في أجندة أممية. هذه المسألة الكثير من المشاكل الإفريقية موجودة، ولكن كانت تحتاج إلى دولة تضع، بمعنى توضع هذا المشكل في الأجندة، هذا وضع في الأجندة الأممية مؤتمر المناخ وتم نقله للتطبيق في الميدان. هذا هو الدور الذي يلعب المغرب. هذه ثلاثة العوامل الأساسية اللي كتشرح الأهمية ديال هذه القمة ونجاحها. شكرا جزيلا لكم الدكتور منار سليمي. نعود مرة أخرى إلى مفادنا في برازافيل محمد برويس، ما الجديد لديك محمد؟ إذن القمة أو مدخل القمة يشهد نشاطا متزايدا، الوفود بدأت تصل تباعا، لا نتحدث عن قادة الدول، نتحدث عن الوفود المرافقة إلى غير ذلك، بدأت الحركة تدب في أروقة القمة. ننتظر بطبيعة الحال وصول الوفود 11 إلى القمة من أجل أن تبدأ الأشغال بشكل رسمي، وننتظر الجلسة التقديمية، الجلسة الافتتاحية أيضا، وبعدها الجلسة المغلقة. بحسب الملف الصحفي الذي توفر لدينا، هذه القمة تحمل العديد من الرهانات، لعل أبرزها هو تملك دول إفريقيا الوسطى وأيضا إفريقيا الشرقية وسائل تغيير نموذج النمو الاقتصادي لديها من أجل الانتقال إلى نموذج للنمو الاقتصادي المدمج. طيب هذا هو الشعار الأساسي. طيب الذي ربما إذا تحقق، نعم، المؤتمر الوزاري الذي مددت أشغاله والذي تطرق لعدة نقاط كان مؤشرا بارزا على أن النقاش حي وحيوي. هذه القمة مرهونة بماذا لكي تصل إلى مبتغاها ولكي تمثل منعطفا حاسما كذلك في مسألة المناخ بعد قمة التي احتضنتها المملكة في مراكش كوب 22؟ بالفعل كما ذكرت، المؤتمر الوزاري الذي سبق هذه القمة كانت فيه نقاشات مستفيضة ودام أكثر من الوقت المخصص
لا، هذا يعني شيئا واحدا، هو أن نقاشات حية كما ذكرتي، هو أن هذه الدول تناقش بواقعية، تتعاطى مع هذا الملف بحساسياته بصعوباتها. المسألة ليست هينة، الانتقال من نموذج للتنمية الاقتصادية يعتمد على استغلال الموارد الطبيعية، نموذج للنمو الاقتصادي يقوم على نوع من الريع، استغلال الموارد الطبيعية الخشب أو الموارد المعدنية إلى نموذج للتنمية الاقتصادية المستدامة. هذا صعب، هذا يقتضي تضحيات في الواقع. لذلك فالنقاشات كانت مستفيضة، وكل دولة كانت تتبين ما الذي ستربحه، ما الذي سينبغي عليها أن تتحمله كأعباء إلى غير ذلك. نشاهد في هذه اللحظات في الواقع وصول بعض الوفود التي تلتحق بقمة لجنة حوض الكونغو حول حوض الكونغو. والرهان الأساسي هو مسألة التمويل. إذا تحقق التمويل تمضي القمة إلى نهايتها وإلى مبتغاها، لأن ليس المعول هو أن تساهم الدول في الصندوق الأزرق بتمويلات مباشرة، ولكن الأهم هو كيفية تنويع مصادر التمويل. شكرا جزيلا لك محمد برويس، كنت مباشرة معنا من برازافيل حيث تعقد القمة الإفريقية لحوض الكونغو. أذكركم مشاهدينا أن تغطيتنا الحية والمباشرة لواقع هذه القمة ستكون عطيلة هذا اليوم على قناتكم ميديان تي في، ستكون معكم بعد قليل زميلة منال الأخضري، ثم سيكون معكم كذلك محسن الجبابدي. ستسهر ميديان تي في على نقل وقائع وأهم ما ستصل إليه هذه القمة مع ثلة من الخبراء والسياسيين والمراقبين للشأن الإيكولوجي والاقتصادي والسياسي. شكرا لكم على المتابعة، نلقاكم بخير بإذن الله، إلى اللقاء.